المصارع اللي بعده بريت هارت آخر مباراة له كانت في عام 2012 وكانت ضد ميز وربح فيها حزام القارات، بس ما كانت تعتبر لها مباراة، يعني كانت مباراة ودية على ما أظن. بس المصارع اللي بعده ستون كولد سيباستين كمان في عام 2010 كان له تشكيلة في السترايك. يلا مع السلامة.